وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن. دكتور مساء الخير، وتابعت إزاي خطة الحكومة لحل الأزمة الراهنة في وقت قياسي؟ يعني بنتكلم عن الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وإزاي التوسع كمان يعني أو توسع الدولة في المشروعات العملاقة تسبب في زيادة استهلاك مصر للطاقة؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام يا أستاذة ريهام، واسمحي لي انه يعني ابدا بالاشاده بما قاله دوله رئيس الوزراء اليوم واعتذاره لجموع الشعب المصري على هذه الازمه. ويعني ده هذا يعني الكثير بالنسبه لمسؤول في حجم رئيس الوزراء ان يتعاطى مع الامر بهذا الشكل وان يفند الازمه بما واجهته الدولة المصرية خلال الأيام السابقة. الحقيقة أنه معدل الزيادة على الطلب في الطاقة عالميا يصحب تغير مناخي تعاني منه دول العالم جميعا وليست مصر فقط، وما نشهده من زيادة درجات الحرارة عالميا هو مرتبط ارتباط وثيق باستهلاك البشرية لكميات من الطاقة زائدة عما كانت تحتاجه من قبل. ولذا العالم جميعا يتجه إلى الطاقة النظيفة حاليا ويتجه إلى الطاقة المتجددة بشكل قوي. ما قاله معالي رئيس الوزراء اليوم وما حدده من تعامل مع الأزمة وسرعة التعاطي معه والردود الواضحة والصريحة والتي تحدد خطة زمنية في الأسبوع الثالث من يوليو وتتوقف الانقطاعات حتى نهاية فصل الصيف والتوجيه الرئاسي بسرعة التعاطي مع الأمر وإيقاف هذه الانقطاعات والمراعاة لحرارة الصيف ولما تواجهه كثير من الأسر خلال هذا الفصل وحرارته، فأعتقد أنه يعني كان الأمر مرتبا صريحا واضحا برسائل غاية الوضوح وغاية النظام في عرضها وفي وضع إطار زمني لحلها. نعم، برئيس الوزراء طمئن الشعب، يعني في رسالة للجميع بأن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية زي ما سمعنا من شوية، وأنه هيتم كمان أو لم يتبقى أمامنا سوى حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. شايف إزاي أهمية الشفافية في تعامل الحكومة مع الشعب وكمان يعني لكسب ثقة المستثمرين؟ الـ 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 الرسالة النهاردة التي وجهها رئيس الوزراء في حديثه عن الأزمة الاقتصادية وحلولها التي لازالت تسير حتى اليوم والمرور من شدة الأزمة والتعاطي معها على مدار الشهور الماضية، أعتقد أن هذا يعطي للعالم رسالة أن مصر خطواتها ليست خطوات غير مخطط لها وإنما خطوات مخططة ومحسوبة وتسير في طريقها رغما عن كثير من الظروف المحيطة والتي لا يسع أي دولة في العالم، اسمحي لي أستاذ ريهام أن أقول ذلك، لا يسع أي دولة في العالم أن تعيش وسط هذه الصعوبات والتحديات وأن تكون قادرة وأن تكون ثابتة فيما تواجهه من تحديات. ولذلك دولة رئيس الوزراء حينما تحدث ومر من الأزمة الاقتصادية وكيفية حلولها والتعاطي معها ثم أزمة الكهرباء وانقطاع التيار وما تم وضعه من استيراد المازوت ب 180 مليون دولار وما سيتم فيما يخص التعامل مع المحال التجارية وغيرها وغيرها إجراءات تستحق الإشادة، ونستحق أن نقول لأنفسنا أن هذه الشفافية وهذا الوضوح هو منحا هام في حياة الدولة المصرية. يقف دولة رئيس الوزراء يقول عندنا أزمة نعتذر عنها نضع لها الحلول
ونضع لها الإطار الزمني للتعاطي والتعامل معها. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، شكرا لك يا فندم.